صباح الخير عليكم خوتي وجميع المشتركين تاعنا. السلام ورحمة الله، كيراكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير إن شاء الله. أول شيء نبدأ لكم به بريمير شوز، نقول لكم عذرا 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 خوتي لأني طولت عليكم. هذه بالك مدة تاع 10 أيام ولا 12 يوم ما درناش فيديو جديد لأسباب حقيقة خارجة عن النطاق، وعلى بالي على بالي خوتي رايح تعذروني لأن زاد عندي مولود. هذا هو اخوتي، وراكم شايفين مع العام مع الاسبوع مع الجري وهذاك، الحمد لله كل شيء جاز على خير بفضل الله، الحمد لله يا رب. اخوتي رجعنا لكم دروك، راح نشوفوا حاله سيرفر فانكام على جهاز المامو اللي راهو بتحديد 2.27. رايح الان اخوتي نوريكم خفيف ظريف كيفاش ان شاء الله نربطوه، كيفاش نديروا التحديد تاعو ونفوتوا الميم لايز ديشان. راه كل شيء هذه التحديثات تاع هذا الجهاز وتحديثات واحد اخرى تاع الار اس ويت ار ال ار ويت اتش دي تي تي، كامل هذه الاجهزه الشبيهه راح تسيبوا التحديثات تاعها اسفل الفيديو، ومام راح تسيبوا باذن الله تسيبوا ملف قنوات مرتبه مستطفه فيها بعده اقمار صناعيه في رابط اسفل الفيديو خوتي، تحملوه وديروه في اليو اس بي تاعكم وراح تتبعوا الطريقه اللي انا راني دايرها عادي خوتي كما راكم تشوفوا على المباشر معايا. كيما راكم تشوفوا بعد ما تحملوا التحديث وملف القنوات ديرهم في اليو اس بي تاعكم، تجيو تدخلوا اليو اس بي مينو، تمشيو للدوسي اللي راهو فيه. كيما انا مسمي جي ان مامو دو 27، هذا الدوسي راني داير فيه تحديث 27، ومام لا ليست اللي راني دايرها هذه بدو 27، يعني راها مرفوعه بدو 27، يعني ان شاء الله كي تفوتوا هذا التحديث هذا اوتوماتيكمون ديروا هذه لا ليست، راح تحسبوها هاي اللي مسميها ليست جيون على HD بلس 227، يعني راها مرفوعة ب 227. اوكي نجيو هنايا الميزاجور دو يون تو ابديت سوفت داتا باز، تفيه وي، تنتظرو حتى يدير اكراز، يعني يدير الاكراز ومن بعد راح يكتب التحديث الجديد هاي اوريت، من بعد راح يروديماري وحدو. كي راح يروديماري وحده يقلع وحده، نتوما ما تخربوا حتى في اي بوطونه في اي جي حتى في الجيل، ما تخربوا ما ديبرونشيو لا مضو ولا والو حتى يولي يشتغل وحده. فوالا راهو يطلع كيما راكم تشوفوا على المباشر، نفس الشيء دور منو منو اكسبونسيون يو اس بي منو، تمشيو نفس الدوسي نفس الملف اللي فيه هاو ليست جيون، تا كليكي دو يو وونت تو ابدي سوفتوير داتا باز، ديرو وي اوتوماتيك راح في لافيش يكتب لكم او 3 او 4 او 5 حتى يدير اند سوكسي في لافيش دي اند، و في الجهاز التلفاز يكتب لكم سوكسي. فوالا الجهاز هاهو، هاهما القنوات اللي راهم فيه. اقمار صناعيه عندكم نيلسات اوتبرت استرا وتيسا دبليو في 5 اللي هي اتلانتيك بول دبليو في 5 وطول 0.8. دروك رايح نوريكم كيفاش تكونيكتيو مع الواي فاي من بعد ما هذا الجهاز هذا فيه امبورت يو اس بي وحده، تقلبوا اليو اس بي اللي راكم دايرين به ميساجور تبلاصيو لاك الواي فاي تاعكم ونوريكم كيفاش ربطوه. فوالا من بعد ما درنا اليو اس بي على الجهاز، جيو اكسبون مينيو اكسبونسيون كونفيغوراسيون دو ريزو ريغلاج سون فيل شارج اكسس بوينتر، يعني نشارشيو لي ريزو اللي راهم اونتوري بالجهاز تاعنا. فوالا عندي كاين زوج قدامي هنايا، انا هذا المغازان اش ان نورمالمون المتصل راكم عارفين بلا ما نقول لكم، ان دو تروا اش 4 5 6 اي. فوالا كيما راكم تشوفوا رايح يتكونيكتي، يدير لكم سهم احمر يعني راهو كونيكتي. نمشيو نفيريفيو اسكو كونيكتي ولا لا. IP situation، IP situation تعطينا الادرس IP تاعنا. configuration دو سيرفر، دروك راح نشوفو كيفاش يتكونفيغورا السيرفر، كيفاش تقلعو السيرفر تاعو اللي يجي فيه فانكام عام. فوالا كيما راكو تشوفو تجيو لاباج 15 بهادو، لاباج 1 لاباج 15 فوالا، كليكيو لا بوطون هايك لتحت قراو من لتحت وتشوفو كاين كوبي كاين باس كاين لود ديفو سيرفر، نتوما تكليكيو بالطروا لود ديفو سيرفر. دو يو وونت تو ريبليس ديفو سيرفر، تشوفي وي دير وي بوسك راهو كونيكتي راح يقلع. اوا فان كام
121 connected d'mai 2018 حتى d'mai 2019 French Polish and other BC. Voilà, automatique مقلع راح نضرب وطلة خفيفة على القنوات اللي راه يفتحهم بديو من الفوق لتحت هادو رانا مرتبينهم لي كانال غير بالتي ان تي ونجيو هاودين كيما راكو تشوفو تي ان تي رايح نغطي الجهة اليسرى هلا ام 6 كاع كامل لي راهم بالصفر خوتي محلولين لي كانال سات لي كانال سات كيما رانا نشوفو على المباشر راهم صفر ولكن مش مفتوحين نسيو لي كانال كانال بلس فاميلي سيري صفر وما كان والو سيم بلس كلاسيك سي ستار فيريفي قنوات فرنسيه للاطفال الا نيك جونيور بومرانغ راهي صفرة مش مفتوحه مفتوحه حتى هي كارتون نتورك ديولي مفتوحين يعني نولي نشوفو لي كانال بالك على ربي يطولو شوية يفتحو ولكن هلا 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 راهم يفتحو يعني راهم يطولو باش ينفتحو ولكن كي راهم صفر راهم يطولو باش يفتحو يعني خوتي كي ديروهم صبروا عليهم باش ينفتحو عادي لي بي ان سبور كيما راكو تشوفو ني ان ني دو ني 3 ني ماكس ان ني دو 3 4 حتى ل 10 ما كان والو والقنوات الاسبانيه هي اللي راه مصبرتنا على هذا الجهاز هذا سيتو اللي يتبع الرياضه الو الو بين لا ليغا حتى إليفن سبور البلجيكية ما كان والو خوتي ورف سبور سكاي سبور راهم مفتوحين خوتي كيما راكو تشوفو قناة ألمانية ولا حلا يفتحهم هاد الجهاز هذا وهاد السيرفر ناشيونال جيوغرافي إسبانياوي كاينة بصح الفرنسية مكانش خوتي وشوية نوليو لها نشوفوها واش راهي كونفيرمي مفتوحة ولا لا لا مفتوحة كيما راكو تشوفو يعني في قنوات فرنسية أبار هادشي مراش يفتح راح يحل مع قنوات الشرطة راح يحل غير شوية في فرنسا هي هذه حالة على الجهاز هذا على قمر أسترا راح يضربوا دورة خفيفة على قمر واحد آخر على أسف سلف سويسري هي فوسات سبور راهي صفرا هلا ادرن هذا خوتي لي بولسات كما راكو تشوفو مفتوحين دروك خوتي رانا في اوتبرد شوفو شراهو يحل لي بولسات سبور هذا مفتوحين لي كانال بلوس بولون كانال بلوس سبور بولون هذا مفتوحين ان سبور بلوس هذا إلي فان سبور مفتوحين نقول الشامبيون دو ليفون بول سات سبور هاشتاي فوالا خوتي راني نقلب بحب باش منطيحوش في نشوفو تي ان تي على اوتبال نورمالمون راهم مارش حتى هما بعدا محبسوش كامل كانال ديسكوفري اوتبرت خوتي مراش كاين حاجه كبيره ابار التي ان تي والقنوات البولنديه صح قنوات دوكيمو قنوات الاطفال الفرنسيه تي ان تي كامل هذا هو راح نضربوك نشوفو نشوفو ان شاء الله الساتيليت دبليو في 5 يعني اتلانتيك بول دبليو في 5 فوالا رانا على الدبليو في 5
يعني خوتي ما كاش حاجة جديدة فيه أبار نوسي سليم، وكما رانا نشوفو مكان لا أسفر لا بين سبور لا والو. يعني هاد الساتيليت هذا أبار تي أن تي وهذاك ما كان حتى حاجة جديدة في هاد الساتيليت خوتي. دروك راه نضربو دورة في الطور اللي هو فيه بعض القنوات الرياضية اللي تجيب مختلف بطولات أوروبية. هذا اللي هم حقيقة احنا جينيراسيون تاعنا. فوالا خوتي، حقيقة ان الطور انا عجبني خير من اتلانتيك بيرد في القنوات. سما واش راهو يفتح ماغري سي فري اللغة مختلفة وأوروبا الشرقية، ولكن تتفرج تقدر تتفرج فيه بيان ترونكيل عادي. انا حقيقة عجبني. هذا هو فيديو تاعنا اليوم تاع مامو جهاز الحمل سيرفر فانكام. ان شاء الله نقولكم خوتي بقية نهار سعيد الى فيديو لاحق ان شاء الله. راح تسيبوا الروابط تاع التحميلات وملف قنوات في اسفل الفيديو ان شاء الله. نقولكم نهاركم مبروك، السلام عليكم. وما تنساوش خوتي ديروا جام على الفيديو اللي عجبكم، ولا ما عجبكمش خوتي ماشي مشكل، رانا هنا باش نحسنوا ونخدموا نفيدكم. ونقول لكم خوتي الا ما درتش فيديو من رمضان صوموا بصحه ان شاء الله. وما تنساوش ابوني معنا. السلام عليكم ونهايه اسبوع موفقه ان شاء الله.